يعني النقلة دي فرقت معايا فرقت معاك كتير طبعا جدا. كتير جدا. وبعدين كمان ما هو اللي بيخرج من النادي الاهلي لازم كمان نادي كبير ياخده، يعني انت هتلاقي نادي المريخ من الانديه الكبيره طبعا، وبالتالي النقله على المستوى الفني مش نقله قليله طبعا بعيد عن النادي الاهلي. وبحترم جدا اللي بقول اللي قلته رمزي انك ما حبيتش رغم ان كان في عقد او في دي حقيقة. ان وكان في نادي تاني عرض من الزمالك كمان، يعني كان في عرض من سموحه وعرض من نادي الزمالك بعد وقعدت كنت مع الاستاذ رؤوف جاسر وابدت له، كان كان الكابتن مصطفى نجم اتدخل في مصطفى الموضوع، نجم طبعا وانا فضلت ان اعتذرت لهم وانا فضلت ان انا اكمل تسافر احسن. تسافر احسن الفتره اللي بعد الاهلي، لازم تطلع بره وبعدين ممكن جدا من المريخ تنتقل تاني لاي احد الانديه لو النادي الاهلي مش محتاجه يبقى تنتقل من بره. طبعا طبعا. شوف ايه الموضوع ازاي، انا لما بتحس اول حاجه السن بيفرق، تاني حاجه احتياج الفريق بيفرق. اولا انا مش صغير فما ينفعش افضل قاعد ما العبش بالنسبه للسنه الثانيه، فبالتالي لما تحس ان انت مكان مش محتاجك لكن تخرج بكل الشياكة تخرج صحيح. بكل أدب، فبالتالي خدت القرار ده وفضلت ان انا ابعد شوية دي عشان ما يحصلش اللي هو يبقى فيه حساسية في الموضوع. وبصراحة اقول لك على حاجة، لما بعد كده رجعت لعبت في أندية في مصر وكده بعد الأندية حتة ان انت تخرج من نادي كبير على نادي صغير دي بتفرق معاك طبعا صعبه، لكن طبعا. لما تروح من نادي كبير برضو لنادي كبير يعني نادي المريخ برضو في السودان انديه كبيره طبعا نادي احد القمه وبيلعب في دوري ابطال افريقيا والكلام ده، ده الموضوع ده انا كنت محتاجه عشان ما احسش بالفجوه صحيح اللي هتحصل صحيح. من انتقال النادي الاهلي لاي نادي تاني صحيح صحيح. بس رجعت على بعض الانديه بقى يعني بعد المريخ رجعت عملت عمليه رباط صليبي في المانيا عانيت ده انت مش شغال كل معناه مش محض. بعد كده رجعت على سموحه وبعد كده على المقصه بعد كده على الاسيوطي فتره بسيطه، بعد كده مع المصري خدت ثالث دوري تقريبا بس مع كل الانديه دي ما كان يعني ما كنتش بتطول يعني كنت بتقعد فتره. انا مش من النوع اللي يعني بحب اقعد كتير بصراحه يا وبعد كده مع الجونه اللي هيت حياتي اللي هي بقى اخر مرحله في لان وكلمه حق تقال انه نادي الجونه من اكتر الانديه في مصر احترافيه دي حقيقه منظومه بصراحه يعني انا مستغرب ترتيبهم في مش مكانهم خالص يعني هناك كل حاجه بيرفكت بصراحه. نادر اللي كلمك نادر شوقي صديق نادر طبعا مش بقول كده مجامله ليه لا نادر محترم وعينه حلوه يعني هو بيدير يعني. الموضوع باحترافيه كاملة بصراحة يعني الناس المفروض تتعلم الطريقة اللي بيديروها يعني الواحد بيبقى فخور لما يلاقي طبعا نادي لسه جديد بالاحترافية وبالعقلية اللي بيديروا بيها النادي في منهج يعني عشان كده زعلان ان هم موجودين في الترتيب ده مش ترتيبهم خالص